Poor Things by Your Design. أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من الشرق سينما. هذه الحلقة نقدمها لكم بشكل استثنائي خارج الاستوديو ومن جزيرة الليدو، حيث أقيمت الدورة 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والتي أسدل عليها ستار ليلة السبت. كما ترون الجزيرة خالية وبدأ العمال يفككون كل الديكورات التي كانت لسجادة الحمراء وكل فعاليات المهرجان الأخرى. Thank you very much. Thank you, jury. I know it's a hard job. Thank you, the festival that very enthusiastically invited the film very early on. المشاهد التي مرت من أمامنا قبل قليل كانت عن اللحظة التي أعلن فيها رئيس لجنة التحكيم الدولية داميان شازيل عن فوز فيلم Poor Things للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في الدورة 80 من المهرجان. She is understanding what it is to be a member of society. Good evening. هذا الفيلم كان من بطولة النجمة الأمريكية إيما ستون التي سبق لداميان شازيل قد أدارها في فيلم لا لا لاند وأوصلها إلى الترشيحات للأوسكار، لكنه ولجنته ارتأت ألا تمنح إيما ستون التي كانت مرشحة حتى اللحظة الأخيرة لنيل جائزة كأس فولبي لأفضل ممثلة، اللجنة ارتأت ألا تمنحها هذه الجائزة وتمنحها إلى ممثلة شابة هي كايلي سباني التي أدت دور بريسيلا بريسلي في فيلم بريسيلا للمخرجة الأمريكية صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الأمريكي الكبير فرانسيس فورد كوبولا. بريسيلا كانت زوجة ملك الروك رول الأمريكي إلفيس بريسلي وعاشت معه في الفترة من عام 1967 وحتى عام 73. لجنة التحكيم الدولية التي ترأسها داميان شازيل ضمت في صفوفها عددا من الشخصيات السينمائية، من بينها نجمنا العربي الفلسطيني صالح بكري والمخرج الأيرلندي البريطاني مارتن ماكدونا والمخرجة النيوزيلندية جين كامبيون ولورا بويتراس التي فازت في العام الماضي بجائزة الأسد الذهبي في هذا المهرجان. هذه اللجنة منحت جائزة كأس فولبي لأفضل تمثيل رجالي إلى بيتر ساسكارد الذي أدى دور البطولة إلى جانب جيسيكا تشاستاين في فيلم الذكرى للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو. Peter Sarsgaard in memory. Consegna il premio Martin McDonagh. Al vincitore va inoltre un orologio Cartier edizione speciale per l'80esima mostra internazionale d'arte cinematografica. وباستثناء هاتين الجائزتين، جائزتي التمثيل الرجالي والنسائي التي ذهبت خارج التوقعات السائدة في المهرجان وتوقعاتنا أيضا، فقد تحققت جميع التفضيلات التي أشرنا إليها في الحلقات السابقة من تغطيتنا لهذا المهرجان. وبالفعل نال المخرج التشيلي بابلو لاراين جائزة أفضل سيناريو لفيلمه الكوندو الذي روى فيه حكاية خاصة به عن الدكتاتور التشيلي أوغوستينو بينوشيت. جرين بوردر لأنيشكا هولاند وأنا القبطان للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني. abbiamo girato questo film in Senegal ma anche gran parte in Marocco e quindi va un pensiero da parte nostra al Marocco e alla tragedia che c'è stata oggi. كان هذان الفيلمان أيضا
في منطقة الجوائز كما أشرت في واحدة من حلقاتنا السابقة. وبالفعل فازت أنيشكا هولاند بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وعن فيلمها جرين بوردر، وفاز ماتيو غاروني بجائزة الأسد الفضي لأفضل فيلم عن إدارته لفيلم أنا القبطان. ممثله الشاب الذي كنا أيضا أشرنا إليه سيدو سار فاز بجائزة مارتشيلو ماستروياني لأفضل طاقة إبداعية شابة. سالفي